اليوم كانت عندنا الدورة ديال أكتوبر اللي طرقنا ليه، لأن طرقنا بزاف د النقط، منهم الميزانية اللي أجلنا خلينا الدورة مفتوحة للسيمانة الجاية، والنقط اللي عندنا في غاية الأهمية، منهم اقتناء أراضي اتفاقية شبكة الأراضي الكلى، عندنا اقتناء أراضي الملعب الكبير ديال كباء الملعب الكبير من دار الفتاة ونقاط أخرى. الميزانية كتب على الله شوية شوية الأمور مزيرة بالنسبة للميزانية، كنجاريو نجريو ونجاريو باش نكونوا غير في حل العام اللي فايت ولا قلبي شوية، ولكن المشكل ديال الميزانية مدى ما تحلش، مشكل التعمير، مشكل الميزانية غتبقى دايما ماشية تنقص. كتنقص. علاش؟ ما بين جوج أهم الأشياء، الحاجات اللي عندنا في الجامعة اللي كندخلوا منها مداخل الجامعة، وهو تعمير رخص ديال البناء، وهو دابا واقفين بشكل داكشي قليل، ماشي حتى 1% من بالنسبة للعام اللي فاتت. والحاجة الثانية وهي لا تي ام بي، لا تي ام بي عندنا مشكل ديال بلون داميناجمون، عندنا ملفات على القضاء كي هما ربحنا فيهم بسبب ديال عدم توفر الجماعة على تصميم التهيئة، وهذا كيضاعف الجماعة في واحد مشكل كبير اللي خصنا نتركوه. اليوم كانت من أبرز النقط وهي استدعاء الوكالة الحضارية باش نواكبوا ديك تصميم إعادة الهيكلة، الأمور ديال تصميم إعادة الهيكلة هاو ماشي بحال اللي سمعنا من عندهم في 80%. كاين شي موعد محدد؟ موعد وعدونا بشهر 12، لخر شهر 12، وحنا كنستناوهم بفارغ الصبر زعما كجماعة وكساكنة الجماعة. المشكل الوحيد اللي بين المشاكل الكبيرة ديال الجماعة وهو مشكل ديال التعمير، مشكل التعمير كيشكل عندنا واحد المشكل اللي عمل واحد احتقان داخل مؤسسة الجماعة. ونطلب الله خير، حنا كجماعة كنشتغلوا على هذا الملف من اللي بدا، من متولي هذا المجلس رئاسة الجماعة، وهو كيشتغل على مشكل ديال التعمير. خصنا كنحاولوا نواكبوا ما بين يواكب التعمير مع الإصلاح والتهيئة ديال الجماعة. التنمية في التنمية ماشيين في واحد المرحلة تبارك الله كبيرة، ولكن التعمير كان باقي شوية معطل، ولكن احنا ماشي